بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: عندكم شيء؟ لا. وانت يا عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله: يعلم انه يجب عليه تعلم اربع مسائل. وهذه المسائل التي قال انه يجب على الانسان ان يتعلمها هي في الحقيقه تشمل الدين كله، وهي معرفه الله عز وجل بالقلب، معرفه تستلزم قبول ما شرعه والإبعان له وتحكيم شريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني العمل به، العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. العبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. الثالث الدعوة إليه. الدعوة إليه أي إلى ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله تعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابعة قوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا بد لهذه الدعوة من علم، من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون دعوته عن علم وبصيرة ويتحقق فيه ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومجالات الدعوة إليه كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات بالتويتر والصحف السائرة، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات الذكر تعليم خواص الطلبة، ومنها الدعوة إلى الله بالتعليم ونفي الدين عن طريق التعليم.
ومنها الدعوة إلى الله تعالى في مجالس خاصة، إذا جلس الإنسان مجلسا عاديا في دعوة أو نحوها، ففي هذا مجالس للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة، ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب لها دور كبير في فهمنا أنزل الله على رسوله وتقييمه، قد يكون أكثر فعالية من إلقاء الخطبة أو المحاضرة إلقاء مرسل كما هو معروف. الأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، صبر عن حبس النفس عن السخط والضجر والملل، قد يكون نشيطا دائما في ذلك، ويؤذي، لأن الأذية أعني أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أفهموا الصدق. وكلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن يوصل الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأحسن به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الصورة التي أقسم الله بها، التي أقسم الله فيها بالعصر الذي هو الدهر، وهو محل الحوادث من خير وشر، فقال: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم الله عز وجل بذلك على أن الإنسان، كل الإنسان، يخص إلا من استقر في هذه الصفات الأرض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني جمعوا هذه الصفات الأربع: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لاستفدتم، وذلك لأن العاقل البسيط إذا سمعها فلا بد أن يسعى لتخليص نفسه من الكفران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. والشافعي رحمه الله لا يلغي بذلك أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، ولكنه يريد أنها كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. هذا مراد رحمه الله. الشيخ في سؤال، ما أدري سمعنا يا شيخ أنه في أن تفرق تعرف بين الوجوب بين الإيجاب، ما أدري يا شيخ. الإيجاب وصف للموت، والوجوب وصف للحكم، فيقال هذا الحكم وصف الوجوب لا الاستحسان.